أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين ورحمة الله للعالمين، سيدنا حبيبنا شفيعنا نور أبصارنا رفيقنا في طريقنا إلى ربنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه وأشياعه وأتباعه السادة الأعلام السادة الكرام بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، كل عام وأنتم إلى الله أقرب في الساعات الأخيرة من هذا الشهر الكريم، سائلين الله سبحانه وتعالى أن يجعله شاهدا لنا عند الله وشفيعا لنا عند الله ومرقيا لنا في الدرجات عند الله. يعني خلي الختمة جميلة، خلي الختمة مباركة، خلي الختمة منورة. اختم الشهر بتوبة صح، اختم الشهر بإقبال على الله صح، اختم الشهر باصطلاح على الله صح، اختم الشهر بنية خير إن ربنا سبحانه وتعالى ياخد بإيدينا إلى طريق الوصول إليه. عايز أقول لحضراتكم حتة مهمة جدا، رمضان مجمع الأحبة. كثير من الوجوه اللي أمامنا الآن من أماكن أخرى وأماكن متباعدة، شباب معتكف ورجال وربما سيدات، الكل يجتمع ولا نراه إلا في رمضان. عشان كده احنا بنحب رمضان، عشان بجمعنا بحبايبنا، بنقول لكل حبايبنا حسينا كلنا بنعمة الحب والقرب من بعض، ياريت ما نتفرقش تاني. بقول ياريت ما نتفرقش تاني، لأن الحياة صغيرة وقصيرة، أيام معدودة بنعيشها مع بعض. أحبب من شئت فإنك مفارقه، أحبب من شئت فإنك مفارقه. فبنقول لحبيبنا ما تسيبوناش تاني بعد رمضان ما جمعنا ببعض. الطريق إلى الله ده المحور وعنوان السلسلة اللي بنعيش معها في هذا الشهر الكريم. طريق ربنا سبحانه وتعالى هو الذي وضعه ومهده لنا، حب يختبرنا زي ما قلنا في اللقاءات العشر من شهر رمضان، وضع لنا بعض المطبات وبعض العراقيل وبعض قطاع الطريق لينظر سبحانه وتعالى إلينا، هل هنصر نستقيم ونروح له، ولا العقبات دي والعوائق دي وقطاع الطريق دول هيبعدونا عنه. فقلنا في قطع طريق نفسك، قطع طريق صاحب السوء، قطع طريق هواك، قطع طريق ذنوبك، وهكذا. قلنا 10 قطاع طريق. وبعد ما قلت قطاع الطريق يا جماعة، ختمت بلقاء دقيق شوية، كان آخر لقاءات قطاع الطريق سميته إيه؟ لا عاصم إلا الله. عشان أقول لحضرتك مهما كان الأعداء ومهما كان الشهوات ومهما كانت الدنيا ومهما كان قطاع الطريق، لو أنت فعلا 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 مخلص مع ربنا وناوي تقرب من ربنا ومستعين بربنا ومعتصم بربنا، مش ممكن ربنا يضيعك أبدا أبدا أبدا. وضربت لحضرتك مثل، قلت لك سيدنا يوسف عليه السلام، ولقد همت به ونفسه بفطرتها التي تميل إلى الجنس الآخر كأي إنسان من دم ولحم وشهوة، هو كمان حدث من الداخل نفسه بها لولا أن رأى برهان ربه. هي بتقول بقى بعد شوية إيه؟ ولقد راودته عن نفسه فاستعصم. فلما استعصم مسك وكلبش في ربنا وقال له احميني، حماه ولا مش حماه، نجاه ولا مش نجاه. كان ده كان مهم جدا يكون ده آخر لقاء بعد اللقاءات العشر اللي قبليه اللي أنا بتكلم فيها عن قطاع الطريق والعوائق والمطبات والسدود والحاجات دي كلها. بدأنا بجزئية تانية وهي إيه؟ زاد الطريق. يعني زاد الطريق يعني الحاجات اللي توصلك لمين؟ إلى الله سبحانه وتعالى. قلنا كم حاجة؟ مين فاكر؟ 14 حاجة. طب نعدهم مع بعض. زادك يوصلك لربنا توحيدك،
زاد يوصلك لربنا إخلاصك، زاد يوصلك لربنا أنك أنت تأدي الفريضة اللي فرضها عليك، زاد يوصلك لربنا اليقين، زاد يوصلك لربنا الحب، زاد يوصلك لربنا الخوف والرجاء، زاد يوصلك لربنا حسن الخلق، زاد يوصلك لربنا بابك ووسيلتك، زاد يوصلك لربنا رفيقك في الطريق يعينك، زاد يوصلك لربنا بلاءك وصبرك عليه، زاد يوصلك لربنا إحساسك باللي حواليك، زاد يوصلك لربنا استغفارك ورجوعك إليه، زاد يوصلك لربنا ذكرك لربك دائما، زاد يوصلك لربنا دعاءك ورجاءك في الله. كم زاد دول كده؟ 14. لقاء النهاردة يا جماعة من غيره ال14 دول ما تقدرش تحافظ عليهم، لا يستقيم لك هذا الزاد اللي فات كله إلا بده. ليه؟ أشبه لحضرتك الموضوع ببساطة شديدة جدا. عندنا حبات من اللؤلؤ السمين الغالي جدا، الحبات دي لو سبناها من غير حبل يمسكها ونربط الحبل من النهاية ممكن تنفلت ولا مش تنفلت، تضيع ولا مش تضيع، تسقط ولا مش تسقط، تتناثر تتلاشى ولا لا. لقاء النهاردة يا جماعة هو الحبل، الحبل اللي هيمسك ال14 زاد اللي هيوصلك لربنا. من غير ده كل اللي فات ده مش هيركب مع بعض ولن يستقيم لك. زاد ايه؟ زاد النهاردة قال لك زاد الاستقامة. يعني ايه الاستقامة؟ يعني تخيل حضرتك انك انت كنت موحد ومخلص وبعدين اتعوكت، بتأدي الفرائض وبتحب وبعدين اتعوكت، عندك حسن خلق وعندك وسيلة كويسة ماشي عليها وبعدين اتعوكت، عندك طاعة وعندك رفيق وعندك بلاء وعندك احساس وبعدين اتعوكت، وقابلت ربنا وانت مش مستقيم بالحاجات دي وعلى الحاجات دي، توصل؟ لا ما توصلش. فكانت الاستقامة على الحاجات دي والدوام على قدر طاقتك عليها، هذا هو الزاد ال15 أو خاتمة هذه الزادات. الاستقامة هي سلوك الصراط المستقيم، وهو الدين القويم من غير اعوجاج يمين أو يسار، يمنة أو يسر. يعني تمشي إيه؟ عدل، يحتار عدوك فيك. ده الطريق اللي ربنا سبحانه وتعالى وضعه لنا وقال لنا حاول. خلي بالك عشان حتة حاول دي هنحتاجها في آخر اللقاء. حاول على قدر جهدك وتمسكك بربنا انك انت تمسك في الحاجات اللي انا قلتها دي وتدنك مستقيم عليها. ربنا سبحانه وتعالى بيقول إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقام تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. أي زيها بالضبط بس إدى النتيجة مختلفة شوية. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الأولانية في سورة فصلت والثانية في سورة الأحقاف. ربنا بيقول للنبي اللي هو النبي أصل الاستقامة اللي ربنا عدله على الطريق المستقيم اللي هو أساسا الإمام اللي احنا ماشيين وراه، بيقول له يا محمد اوعى تبعد عن الاستقامة، فاستقم كما أمرت، وقول للحبايب اللي معاك استقيموا انتوا كمان، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. ربنا سبحانه وتعالى بيقول لسيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروا. طب إزاي أستقيم؟ كلام بالبلدي بقى كده عشان الكلام يدخل بسرعة وما يطلعش وما يتنسيش. إزاي أستقيم؟ قال لك أصل الاستقامة أصلها في قلبك. إن استقام القلب استقام الإنسان كله. إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. ولذلك دايما أنا أقول لحضرتك زي ما بتقف قدام المراية مرة واثنين وثلاثة في اليوم تشوف شعرك معدول ولا لا، لبسك معدول ولا لا،
شكلك معدول ولا لا، كله تمام ولا لا. يا ريت حضرتك كل يوم تكلف نفسك وتبص في قلبك معدول ولا لا. اذا كان شكلك بيبص عليه الناس مرتين ثلاثة اربعة في اليوم، فقلبك ينظر الله اليه في كل لحظة في اليوم، والله احق ان تخشاه. فمش هتستقيم وتتعدل وتمشي مظبوط الا بحاجة واحدة، الا اذا قلبك استقام، وايه كمان؟ ولسانك كمان استقام. معقولة؟ يعني اصل الاستقامة في الانسان حاجتين، القلب وليه واللسان. فلو استقام القلب واستقام اللسان الجوارح هتستقيم. النبي هناك بيقول على القلب هو الاصل، ان في الجسد مضغة اذا صلحت صلح الجسد كله، واذا فسدت فسد الجسد كله، الا وهي القلب. والحبيب صلى الله عليه وسلم بيقول حديث جميل قوي عن استقامة اللسان، بيقول إيه؟ إذا أصبح الإنسان نادت الجوارح كلها اللسان، قالت له أيها اللسان اتق الله فينا، فإنك إن استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا. والحبيب صلى الله عليه وسلم جمع بقى الاثنين اللي هو اللسان والقلب وأنهم أصل الاستقامة. قال صلى الله عليه وسلم لن يستقيم إيمان عبد إلا إذا استقام قلبه، ولن يستقيم قلبه إلا إذا استقام لسانه. يبقى أصل الاستقامة إيه؟ القلب واللسان. ولذلك أنا بقول لك اقعد بينك وبين نفسك كده وراجع نفسك، إيه قلبي عامل إيه؟ إن لقيته مستقيم تأكد كل اللي وراه، المجموعة اللي وراه، الفرقة اللي وراه تستقيم. سيدنا ابن القيم بيقول لقطة جميلة جدا، بيقول إيه؟ بيقول القلب ملك والجسد جنوده، فإن استقام الملك استقامت الجنود، وإن اعوج الملك اعوجت الجنود. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. سيدنا أبو بكر الصديق بفسر الآية الجميلة دي فبيقول إيه؟ هم الذين لم يلتفتوا إلى غير الله فاستقامت قلوبهم لمعرفة ربنا وللخشية من ربنا وللرضا بربنا ولحب ربنا وللقرب من ربنا. فلما القلب استقام مع ربنا كل حياتهم بقى مستقيمة. قلت لك زمان لما تلاقي واحد لسانه طويل اعرف ان في نقطة سودة في قلبه، لما تشوف موظف ايده طويلة اعرف ان في نقطة سودة في قلبه، لما تشوف واحد بياكل حرام اعرف ان في نقطة سودة في قلبه. ليه؟ النقطة السودة ادت اشارة للايد عشان تاكل حرام وتتمد للحرام. النقطة السودة اللي في القلب ادت اشارة للعين عشان تنظر للحرام وتتلصق على الحرام. النقطة السودة اللي في القلب ادت اشارة للاذن عشان تتصنت على الحرام او تسمع الحرام. فالاصل هو القلب. يبقى عشان تستقيم زاد النهاردة الاستقامة اللي وصلك لربنا، كل اللي فات زادات متناسرة. الاستقامة الحبل اللي بيمسكها، الحبل اللي بيعقدها، وإلا تنفلت من بين إيديك. ربنا بيقول عن سيدنا الحبيب إبراهيم بيقول إيه؟ بيقول إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. الأصل إن ربنا بيهديك للصراط المستقيم وبيضعك على أول الصراط المستقيم. يعني ربنا خلقك وخلق داخلك مؤهلات تخليك تمشي على الصراط المستقيم، ونزل لك منهج اللي أنا قلت لك عليه في 14 حاجة دول عشان تمشي عليهم عشان تهتدي في الصراط المستقيم. بتضل إمتى؟ لما بتسيب حاجة من الحاجات دي. بتضل إمتى؟ لما بتروح لحاجة من العشر حاجات اللي أنا قلت لك عليهم وبتأثر عليك وبتبقى أنت عبد ليها، عبد لشهوتك، عبد لفلوسك، عبد لذنوبك، عبد للدنيا، ساعتها تعوج عن الصراط المستقيم. ربنا بيقول لسيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم ياسين والقرآن الحكيم إنك صلى الله على محمد إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم. الشيخ الشعراوي عليه رحمة الله كان بيقول لقطة جميلة قوي، بيقول إيه؟ على صراط المستقيم، على معناها يعني هو راكب على الحاجة دي،
فمن عظمة ربنا سبحانه وتعالى إنه جعل الصراط المستقيم كأنه دابة توصلك إلى الله، بس أنت اركب، كلف نفسك واركب، كلف نفسك واحجز واقطع تذكرة في طريق الوصول إلى الله الصراط المستقيم. ربنا بيختبرنا بيقول لنا بعقلكم كده فكروا، أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم؟ مين الأحسن في الاثنين؟ اللي ماشي عدل ومظبوط وما بيقعش، ولا اللي كل شوية بيسقط على وجهه؟ مين أحسن في الاثنين؟ ربنا بيوعدنا بيقول لنا وأن لو استقاموا على الطريق اللي هو الطريق المستقيم يعني لأسقيناهم ماء غدقا، يعني رزقناهم رزق حلال في الدنيا وفي الآخرة يوصلوا لربنا ولجنة ربنا سبحانه وتعالى. أقول لحضراتكم حديث قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس مع أصحابه كده، مسك عصايا ويجي على الرمل اللي قاعد عليه كده وراح خط خطا طويلا، ثم قال هذا سبيل الله، ده الطريق اللي هيوصل لربنا عدل صراط مستقيم، ثم خط خطوطا على يمين ذلك الخط وعلى شمال ذلك الخط، ثم قال هذه سبل متفرقة على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، ثم قرأ قول الله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل. واحد بيسأل النبي عليه الصلاة والسلام بيقول يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك، يعني قل لي حاجة خلصت الموضوع كله اللي توصلني لربنا اللي تهديني في طريقي لربنا اللي توصلني للجنة، قال له كلمتين اثنين. قال صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله ثم استقم. الطريق كله خلصته في الكلمة دي، آمنت بالله مشيت مع ربنا على منهج ربنا في الحاجات اللي أنا قلتها، ثم استقم امسك داوم عليها، خفت شوية ورجيت ربنا شوية وبعدين خلاص نمت، حبيت شوية وبعدين نمت، أديت الفرائض شوية وبعدين نمت، صمت في رمضان شوية وبعدين نمت، خدمت القرآن في رمضان وبعدين نمت، تصدقت في رمضان كتير وبعدين نمت. ما ينفعش، قليل دائم خير من كثير منقطع. سيدنا ابن تيمية بيقول أعظم الكرامة لزوم الاستقامة. سأل في يوم من الأيام سيدنا ابن تيمية قالوا له يا ابن تيمية احنا سمعنا ان في ناس بتمشي على المية وبتطير في الهواء، قال سيبكم الكلام ده كله، خلصت الموضوع أعظم كرامة للإنسان في الدنيا والآخرة لزوم الاستقامة. لو لقيت واحد مستقيم هو ده اللي هيطير لربنا، هو ده اللي هيوصل لربنا. آخر كلمتين بقى أقولهم في لقاء اليوم، ضرب الله مثل رائع قوي للصراط المستقيم في الدنيا. ربنا لما جاء خلق الخلق عمل صراطين مستقيمين، صراط في الدنيا يمشوا عليه حتى يصلوا إلى الله، ده اللي احنا كنا بنتكلم عنه في السلسلة اللي بنقولها دي اللي هو الطريق إلى مين؟ طريق إلى الله. جعل فيه شوية عقبات زي ما قلت وجعل له زادات زي ما أنا بقول دلوقتي، اللي يمشي عليه مظبوط يوصل. الصراط المستقيم الثاني ربنا سبحانه وتعالى جعله في الآخرة، وضعه فين؟ قال لك على ظهر جهنم، يوصل لفين؟ اللي يمشي عليه يوصله للجنة. سيدنا ابن القيم بذكاء وإيمانه العالي قوي ربط بين الاثنين وقال إيه؟ قال من استقام على صراط الله المستقيم في الدنيا استقام على الصراط المستقيم على ظهر جهنم في الآخرة. هو مين اللي بيعرج على الصراط اللي ممدود على نار جهنم يوم القيامة؟ اللي كان بيعرج هنا. طب مين اللي بيزحف على الصراط المستقيم اللي يوصل للجنة اللي موجود على النار يوم القيامة؟ اللي كان بيزحف هنا. طب مين اللي بيمشي عادل مستقيم على الصراط المستقيم على ظهر جهنم في الآخرة؟ اللي كان ماشي على الصراط المستقيم هنا. طب مين اللي بيجري على الصراط المستقيم على ظهر جهنم لغاية ما يدخل الجنة؟ اللي كان بيجري على الصراط المستقيم هنا. طب مين يا جماعة اللي يمر من على الصراط على ظهر جهنم يوم القيامة كالبرق الخاطف؟
قال لك ده بقى مين اللي كان بيطير في فعل الخيرات، أولئك يسارعون في الخيرات. ولذلك زمان كنت بقول الواحد واحد من ثلاثة، إما ما يعملش خير خالص حتى لو حد قال له، وإما يعمل خير لما حد يقول له، وإما بيعمل خير لوحده من غير ما حد يقول له. أقولها تاني المعادلة دي، أنت واحد من ثلاثة، اسأل نفسك أنت مين في الثلاثة. أنت واحد من ثلاثة، واحد ما يعملش الخير حتى لو حد زقه، أو أنت بتعمل الخير لما حد يقول لك ويزقك، حلو خير وبركة، ولا أنت بتعمل الخير وبسرعة من غير ما حد يقول لك؟ اختار، علشان الاختيار ده هنا هو اللي هيحدد سرعتك ومشيك أو زحفك وكبوك على الصراط الممدود على ظهر جهنم يوم القيامة. يقول لك أنا الحمد لله مستقيم والحمد لله مش تمام، بس بعمل ذنب، بس باجي كل فترة من الفترات بقع في مشكلة، بس باجي كل فترة من الفترات بغفل ونام، أعمل إيه؟ على فكرة يا جماعة، ربنا سبحانه وتعالى لما جاب لنا نموذج من الأنبياء، خاصة من أولي العزم من الرسل، إن هم وقعوا رغم إن ربنا جعلهم على الصراط المستقيم العدل، يعني ده يا جماعة عشان يبعث لنا رسالة يقول لنا وانت على الصراط المستقيم بتاع ربنا سبحانه وتعالى، ما تزعلش ولا تتعب لما تقع في يوم من الأيام، ما تزعلش لما يطلع منك مرة كل سنة لفظ ملوش لازمة، ما تزعلش لما مرة يحصل منك ذنب وبعدين تتوب بعدها مباشرة، ما تزعلش لما تكون مستقيم على طول الخط وبعدين تيجي تعرض في مرة أو في لحظة. ليه يا ربي؟ قال لك ما انت بشر وكل ابن آدم خطاء، لكن خير الخطائين توابون. المهم تلحق نفسك وترجع وتعود وتقف تاني على رجليك. المثل بيقول الخبطة اللي ما تموتنيش تقويني. فوانت على الصراط المستقيم وماشي لربنا سبحانه وتعالى، اوعى تفتكر انك ملاك، اوعى تفتكر انك انت مش هتقع، لازم تقع ولازم تذنب. اريد حديث يا جماعة، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ المؤمن، المؤمن مش قال المسلم ولا الانسان ولا بني آدم، قال المؤمن له ذنب معين في تركيبته النفسية، نقطة ضعفه يعني، يأتيه بين الفينة والفينة فيوقعه ويسقطه، فإذا وقع ثم أفاق وعاد إلى الله تاب الله عليه حتى يلقى الله طاهرا. المؤمن له حتة في جواه، كل إنسان عنده نقطة ضعف، ممكن واحد تكون نقطة ضعفه سرعة غضبه، ممكن واحد تكون نقطة ضعفه كرشه، أيوة نقطة ضعفه أكله الأكل، ممكن واحد تكون نقطة ضعفه لبسه، تشتريه بحتة قماشة أو ببدلة أو بجزمة مثلا يعني، ممكن واحد تكون نقطة ضعفه السيدات الحريم، ممكن واحد تكون نقطة ضعفه الفلوس المنصب، كل واحد فينا ليه نقطة ضعف. دي اللي يقصده النبي صلى الله عليه وسلم، نقطة الضعف ديت حتى لو أنت مستقيم وماشي تمام تمام تمام، لابد تأتي لحظة من اللحظات تضعف وتقع. ممكن اللحظة دي تكون كل سنة، كل سنتين، كل 10 سنين، في العمر 5 6 7 مرات كله حسب درجة استقامتك وإيمانك، لكن بيحصل. قالوا لكم بيحصل، ما جاش النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث وقال إيه؟ هذا إنسان مبعد، هذا إنسان يختم له بشر، لا والله ما قال كده. قال وقعت، قمت، تبت، استغفرت، تاب الله عليك حتى تلقاه. قال صلى الله عليه وسلم، يقول الله تعالى يذنب ابن آدم ثم يستغفر، ثم يذنب ابن آدم ثم يستغفر، عمال يمشي ويقع بس هو ناوي الاستقامة، ثم يذنب ابن آدم ثم يسقط ويقع، ثم يستقيم ابن آدم ثم يقع، ثم يستقيم ابن آدم ثم يقع،
ثم يستغفر، يقوم ربنا سبحانه وتعالى يقول للعبد إيه؟ عبدي اعمل ما شئت فقد غفرت لك. ده كلام دقيق جدا. يعني إيه؟ يعني يا ربي أنت تعلم جوايا أن أنا مكلبش في طريق الاستقامة، لكن والله وعزتك يا رب أنا بقى غصب عنك، وعزتك يا رب أنا بسقط رغم عنك، وعزتك يا رب بتيجي بدون ترتيب مني وبعديها في لحظتها ببكي واسجد لك وصلح اللي أنا عملته، ولو حصل التاني بسجد لك وابكي لك وصلح اللي أنا عملته. لو ده حالك مع ربنا في طريق الاستقامة وفي طريق الوصول إلى الله، يوم ربنا يقول لك طالما مش مصر وطالما أساسا ماشي على الطريق المستقيم وده بيحصل غصب عنك، عبدي اعمل ما شئت فقد غفرت لك. مستحيل نجد لنا رب مثل هذا الرب، مستحيل نجد باب واسع في كل لحظة ندخل منه مثل باب الله سبحانه وتعالى. أعظم حاجة توصلك لربنا الزادات اللي أنا ذكرتها الآن، وأعظم ما يجمع لك هذه الزادات وهذه اللآلئ لتصير عقدا يوصلك إلى الله باستقامة. مش غريبة أبدا إن ربنا ينزل الدعاء ده في الصورة اللي بنقرأها في الفريضة 17 مرة في اليوم، اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم. بقول لنفسي ولكل حبيب، بقول لنفسي ولكل قريب، دقت طعم الاستقامة في شهر رمضان، طب امسك وكلبش فيها بقى عشان هي اللي هتوصلك إلى الله إن شاء الله. لقاء بكرة هنختم به هذه السلسلة المباركة، الطريق إلى الله. يا ترى هنشوف إيه في آخر الطريق وهنقابل مين في آخر الطريق؟ ده اللي هنعرفه بكرة إذا أحيانا الله سبحانه وتعالى. لكن أذكر أغلى الناس وأحب الناس إن رمضان جمعنا ببعض، يريت ما تبعدش عنا تاني، يريت ما تسيبوناش تاني حتى نلتقي عند الله سبحانه وتعالى في الفردوس الأعلى من الجنة. اللهم يا واصل المنقطعين صلنا إليك، اللهم يا واصل المنقطعين صلنا إليك، اللهم يا واصل المنقطعين صلنا إليك. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم اغفر لنا زلاتنا، وكفر عنا سيئاتنا، وحط عنا خطيئاتنا، وارفع يا ربنا درجاتنا، أصلح يا ربنا فساد قلوبنا وفساد نفوسنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، وقنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اهدنا صراطك المستقيم، اللهم اهدنا صراطك المستقيم، وثبت أقدامنا على الصراط يوم القيامة يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء، ومن عضال الداء، ومن خيبة الرجاء، ومن شماتة الأعداء، ومن رد الدعاء. اللهم إنا نعوذ بك من داء ليس له شفاء، اللهم إنا نعوذ بك من داء ليس له شفاء. اللهم تقبل أعمالنا، وتقبل منا شهرنا، وتقبل منا قرآننا، وتقبل منا صيامنا وصلاتنا ودعاءنا ورجاءنا وصالح أعمالنا، واجمعنا في الفردوس الأعلى مع نبينا
واختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين يا أجود الأجودين يا رب العالمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.